طيب انا بجيب تو بليتس بارلل بليتس. البليتس هاي اذا بدي احط طبعا ليكويد زي مي، المي المشكله فيها شوائب، اذا المي فيها شوائب راح تعمل شورت سيركتنج على البليتس الثنتين هذول. فحتى امنع المي الاولى اذا كانت المي طبعا يعني ديستيلد مقطره، اذا المي المقطره ما فيها بس اي شوائب بتصير في المي راح يصير في شورت سيركت ما بين هذول البليتس الثنتين. حتى نمنع الشورت سيركت تصير ما بين البليتس التنتين لازم اعزلهم، بدي اعزلهم بطريقه معينه، احط عليهم ماده عازله او شيء بحيث يكون بس الكاباسيتنس موجود. هلا لما المستوى الليكويد في هذا التانك يرتفع، لاحظوا شو بصير عندي بالتو بليتس اللي هون موجوده، راح يتحولوا كانهم لتو كاباسيترز. مظبوط، راح يصير في عندي كاباسيتر هون كانه هذا الكاباسيتر، وفي كاباسيتر ثاني موجود هون. هذا الكاباسيتر الدايلكتريك تبعه هو المي، وهذا الكاباستر الدايلكتريك تبعه الهواء. فراح يصير في عندي كانه تو كاباسترز. وراح هلا هون راح استعمل بريدج، هي اول استعمال او اول استعمال او طريقه استعمال او انتروداكشن لاكزامبل على بريدج. البريدج عندي راح احط هون تو ريزيستر، طبعا هذا اي سي بريدج، البريدجز نوعين اي سي ودي سي، في دي سي بريدجز بس اذا كان عندي كاباسيتيف اليمنتس ايش لازم يكون البريدج؟ اي سي. اي سي ما بزبطش الا يكون اي سي. فعندي هون في عندي فولتج سورس، الفولتج سورس هذا رح يكون فيه له فريكونسي، وفي الحالة هاي الفريكونسي أنا مستخدم 1000 هرتز، وهون استخدمنا هذا الفريكونسي تبعته 1000 هرتز، وبعدين عندي قيمة الفولتج 3 فولت، 3 فولت ار ام اس. فهون عندي ساينوسويدال ويف فورم الفريكونسي تبعتها 1000 هرتز، الار ام اس تبع هاي الساينوسويد 3 فولتس ار ام اس. هلا حطيت هدول في بريدج، راح يصير في عندي طبعا هدول الارز الاثنين اذا متساويات راح يكون في عندي هون يصير فولتج ديفيجن. مظبوط، راح يصير في عندي بين هاي وهاي وهاي وهاي، هون راح يصير عندي فولتج ديفيجن، وراح يصير في فولتج ديفيجن على الكاباسترز اللي موجودين هون كمان بنفس الطريقه. راح يطلع عندي يتكون فولتج هون ما بين هدول، وهذا الفولتج لما يكون التو كاباستر متساويين، يعني انا راح استعمل اظن حسب ما بستعمل هون بعمل البريدج بحيث انه لما يكون التانك فاضي بستعمل الكاباسيتنس هاي الكاباستر اللي موجود هون. هلا بنشوف متاكد سي 3 والبي 8.89 اوكي. اذا هلا شوفوا شو راح نعمل لما يكون عندي التانك فاضي تماما، هذا راح يكون فيه له كاباسيتنس. مزبوط، هلا بستعمل الفورمولا تبعت الكاباسيتنس. ايش الفورمولا تبعت الكاباسيتنس؟ سي لتو بليتس لتو بارلل بليتس بدها تعتمد على ابسلون، اذا بدي احطها بدلاله ابسلون نوت مع ابسلون ريلاتيف بصير كمان، مش هيك؟ ايش وحده ابسلون ريلاتيف؟ دايمنشنلس. دايمنشنلس وابسلون نوت لا فراد فراد بير متر. ابسلون ريلاتيف هي قديش هذا الوسط قابليته انه يتاثر بالمجال الكهربائي بالنسبه للفري سبيس. فهذه دايمنشنلس، هذه وحدتها فرد بير متر. قديش قيمه اوميجا ابسلون نوت للفري سبيس؟ 8.85. ما بتوقع انك تحفظ هاي، بعطيك اياها في الامتحان اذا كانت فرد بير متر. اوكي 8.85 تايمز 10 تو ذا ماينس 12 فرد بير متر. تاكد بس انه الرقم صحيح. فيرميتيفيتي اوف فري سبيس اظنها مضبوطه، انا كنت حاططها هون. مضبوط 8.85 تايمز 10 تو ذا ماينس 12 فرد بير متر. فرد بير متر اوكي. اذا هاي المي لها تقريبا حوالين ال 80 اظن ال 80. اذا ابسلون ار للمي تقريبا 80 رح ناخذه، يمكن 88. فاللي رح يصير فعندي هون طبعا اختلاف منيح لانه انا بدي يكون في عندي اختلاف ما بين التانك يكون فاضي والتانك يكون ملان. هلا ملاحظين شو رح نعمل؟ لما يكون التانك فاضي في كاباستر خارج رح احطه انا من عندي، يعني في كاباستر رح يكون تبع التانك، اذا بدك سميه تبع التانك رح يكون اظن بحط انا تبع التانك اللي هون او بحط سي اكس وهذه هون سي 3 هاي ار 4 R2 إذا هون عندي راح يكون الفولتج اللي موجود هون هو دائما نص الفولتج اللي موجود هون. مظبوط، عند النقطة هاي إذا أخذتها بين النقطة هاي والنقطة هاي الفولتج وين راح أقيس الفولتج؟ الأوتبوت حسب البريدج، مش هيك؟ نفس البريدج، البريدج هذا وين راح أقيس الأوتبوت راح أخذه؟ إذا كقاعدة عامة في البريدجز، أي بريدج AC أو DC، في أنواع كثيرة من البريدجز، أنتوا اللي بتعرفوه إيش هو؟
ويستون بريدج. بس في انواع كثيره من البريدجز اي سي ودي سي. كقاعده عامه اذا عندي كومبوننتس فيها اي سي راح استخدم اي سي سورس. اذا في اي كومبوننت دي سي، اذا كل الكومبوننتس ريزيسترز بقدر استخدم دي سي سورس. بس اذا عندي اي كومبوننت كان اي سي لازم استخدم اي سي سورس. وعندي هون راح يكون في عندي امبيدنس 1 امبيدنس 2 امبيدنس 3 وامبيدنس 4. السورس بحطه هون عند النقطة هاي، والاوتبوت بقرأه ما بين النقطتين هذول. وفي سبب لاستعمال هاي الكونفيجريشن، لأنه هون بصير عندي أسهل بكثير إني أشوف الاوتبوت لما بقارن هذا مع هذا، من إني آخذ فولتج ديفايدر. أحيانا الفولتج بيكون صغير جدا، صغير جدا بالنسبة للقيمة اللي رح تطلع معي هون، فالبريدج أحسن بكثير إني أقدر أشوف التغيرات اللي رح تصير. طيب نسأل أول شيء سؤال، قديش راح تكون مقاومة، قديش راح تكون الإمبيدنس تبعت المكثف لما يكون التانك فاضي؟ إيش لما يكون التانك فاضي قديش راح يكون ارتفاع الليكويد فيه؟ مش هيك؟ إيش راح يكون الدايلكتريك كله؟ بصير عندي إذاً سي لما يكون إمتي بيساوي إبسلون نوت في إيه؟ قديش إيه؟ هاي طب خلينا نكمل ما كملناش هاي، إيه على ال او دي ابسلون نوت في ايه على ال ايه انا حاططها 1 سكوير متر وال حاططها 1 مليمتر فبصير عندي هون 0.001 هاي 1 سكوير متر وهاي 8.85 تايمز 10 تو ذا ماينس 12 قديش تطلع معي 10 تو ذا ماينس 12 لما بقسمها على 0.001 كاني بضربها في 1000 مش هيك؟ فبشيل من هدول الصفار كم واحد؟ 3 فبصير عندي 8.85 نانو فرد. ممكن الاقي مكثف 8.85 نانو فرد؟ في بيكو فرد. اذا رح ثبت واحد من الكاباسترز اللي هون، الكاباستر خارجي، في شيء خارجي اكسترنال وفي نفس البليتس اللي من هون، خليني افترض مثلا انه هذا اعتبرته، انا بعرفش اي واحد منهم حاطه هون. بس خليني افترض انه هذا راح احطه الان 8.85 نانو فاردز. وبعدين اللي راح اعمله راح احسب الامبيدنس تبعته على 1000 هرتز، قديش راح تكون الامبيدنس تبعته على 1000 هرتز؟ قديش زد سي شو بتساوي؟ 1 على اوميجا، او هي اذا بدنا نكون دقيقين اكس سي. اكس سي بتساوي 1 على اوميجا سي مش هيك؟ ما تنسوا 2 باي اه؟ مرات بالامتحان بيجوا الطالب بكون ناس ترك السيركت صار له فتره، شو بنسى يحط؟ بعوض محل اوميجا 1000. قديش اوميجا لازم تكون؟ 2 باي في 1000. وبعدين راح احط هون القيمه اللي هي 8.85 تايمز 10 تو ذا ماينس 12. مضبوط هيك؟ بيطلع معي الامبيدنس 17.983. طلع حد يضربها بس على الاقل حاسبه يتاكد منها. صح مضبوط؟ هي تقريبا 18 كيلو اومز. فراح احط هذول المقاومتين احطهم 18 كيلو اومز و 18 كيلو اومز. اوكي؟ فراح يصير عندي الان هلا عندي هون 18 كيلو اومز، 18 كيلو اومز، وهون راح يكون عندي هذا. ولما التانك فاضي هذول الاثنين كمان راح يصيروا 18 كيلو اومز، فراح يصير عندي قديش الاوتبوت فولتج لما يكون التانك فاضي؟ راح يصير زيرو، مضبوط؟ فراح يطلع عندي في اوت لما التانك فاضي بيساوي زيرو. مضبوط واضح ليش بيطلع زيرو؟ لانه هذا فولتج ديفايدر وهذا فولتج ديفايدر، هاي القيمة نفس هاي القيمة نفس هاي القيمة نفس هاي القيمة، مضبوط من هون؟ فراح يطلع معي الاوتبوت هون زيرو لانه الفرق بين هذا الفولتج وهذا الفولتج راح يكون زيرو. ماشي؟ هلا اذا كانوا غلطانين بشيء انا بس عمالي هلا فكرت بعد ما حليت السؤال انه هل هذا راح يسبب لي مشكله؟ اذا راح يسبب لي مشكله شوفوا شو راح نعمل. في فيز شيفت هل راح يكون في فيز شيفت عندي؟ احتياطا بامكاننا هاي نبدلها كلها نحط كاباسترز ثلاث كاباسترز زي هذا. اذا كان في مشكله انا مش متاكد انه في فيز شيفت بس احتياطا اذا في فيز شيفت بقدر احطهم كلهم زي هذا. ويكونوا كلهم 8.85 نانو فرد. هيك بنتاكد انه ما عندي مشكله. انا بس مش متاكد ما عملتش اناليسيس اتاكد انه هل بيكون في بيطلع نفس الماجنتيود بس بيكون في فيز شيفت بينهم. ماشي واضح هيك فحطيت انا 3 هدول الكاباسترز وين الثلاثه؟ وين راح يكونوا؟ برا. الكل فاهم انهم برا؟ اه؟ يعني انا راح يكون عندي دائره هي دائرتي، راح يكون في عندي انا هون دائره انا حاطط فيها هون فولتج سورس، اه؟ فيها كاباستر اثنين ثلاثة
وبعدين عندي كمان هون راح يطلع فولتج، في سلكين راح يروحوا على هاد وهذا. الكل فاهم هاي؟ مين هدول الثلاث كاباسترز؟ حسبك انت اللي هو هاد وهاد وهاد، انا حاططهم عندي على البنش. هدول الكاباستر الرابع من وين جبته؟ شبكته بين التو بليتس، فصار عندي بريدج في كاباستيف اللي هو جاي من التو بليتس، وهدول الثلاثه اللي هم انا جبت حطيتهم هون. ماشي واضح؟ فاهمين؟ ارقام قيمهم متساويه. المثال اللي بالدفتر انا حاطه هون ريزيسترز، انا بس مش متاكد احتياطا احسن ما يكون في عامل شيء غلط بالهذا. هيك 100% راح يشتغلوا، ما في فيس شيفت بينهم، كل فولتج هون دائما نفس الفولتج هون لما التانك فاضي. ها؟ طيب اذا هلا لما التانك يكون فاضي راح يطلع معي الاوتبوت زيرو. ماشي؟ الكل فاهم ليش زيرو بيطلع؟ اعمل فولتج ديفيجن هون، مش هذه الامبيدنس مساوي لهي الامبيدنس وهي الامبيدنس مساوي لهي الامبيدنس. اذا هذا راح يكون نص، راح يكون 1.5 فولت ار ام اس على 1000 هرتز، 1.5 فولت ار ام اس على 1000 هرتز، بطرحهم الاثنين من بعض وهم ان فيز، راح يكون الاوتبوت زيرو. طيب هلا شو راح يصير لما يرتفع المي؟ لما ترتفع المي بالتانك من هون راح يبدا يصير عندي هذا هون، راح يبدا يتغير الكاباستنس. مزبوط؟ راح يصير هذا عباره عن تو كاباسترز ان بارلل. ان بارلل ولا ان سيريز؟ يعني كاني حطيت، انا جبت هون بليت وحطيت قدامها بليت ثانيه، وجبت كمان بليت وحطيت عليها بليت ثانيه قدامها، شبكت هاي البليت مع هاي البليت. مزبوط؟ وهاي البليت مع هاي البليت واخذتهم من هون. هذول الكاباستر واضح انهم ايش؟ بارلل. فكني بجمعهم جمع. مزبوط؟ اذا هلا بدنا نحسب لما هذا، خليني اشوف اول شيء لما هذا التانك كامل يكون مسكر تماما ايش راح يصير الداي الكتريك؟ ايه قديش راح يصير الكاباستنس تبع التانك الكاباستر هذا؟ 8.5 راح يصير نفس هذا، بس ايش راح يتغير؟ هاي راح تصير 80، فراح اضرب هذا الرقم ب 80. مزبوط؟ الكل فاهم ليش؟ اذا بنضرب هذا الرقم ب 80 اذا راح يصير عندي الان، راح اشيل هذه هون خلص ما فيها حاجه. هلا سي ام تي كانت 8.85 نانو فرادز، هلا سي فل راح تساوي 80 مضروبه في هذا الرقم اللي هو 8.85 نانو فرادز. قديش تطلع معنا؟ بس يضرب لي حد الرقم هذا 8 في 8 7 ضرب 10 ماينس 7 7 ضرب 10 وماينس 7 ماينس 7 اللي هي بتساوي 70 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 ولا 0.7 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 0.7 او خلينا نحطها 700 في 10 تو ذا ماينس 9 700. مضبوط؟ اللي هي 700 نانو فرادز. اوكي ماشي هيك صار. هلا بدي احسب الامبيدنس الجديده لهي. مزبوط؟ قديش الامبيدنس الجديده راح تصير؟ اللي هي راح تصير اكس سي فل. ايش بتساوي؟ راح تصير عندي 1 على 2 باي 1000 مضروبه في 70 700 نانو فرد، اللي هي راح تكون 1 على 80 من القيمه السابقه. مزبوط؟ اذا قسمنا 18 كي على 80 قديش راح تعطيني؟ المفروض تطلع 225 اوم، حد يتاكد منها. 225 اوكي؟ نعم. مش المفروض انه احنا ما بتفرق معنا لانه كلهم كاباسيتورز، سواء غيرنا السورس او غيرنا هاي كلها، ما دام غيرنا الكاباسيتورز راحت مشكله الريزيستنس كلها، صح؟ مش فاهم انا ايش السؤال. يعني احنا ما يعني هناك اول طلعناه عشان انه كانوا ريزيسترز، طلعناه عشان نجيب نفس القيمه تبعته. هون ما بتفرق معنا انه كلهم كاباسيتورز، فشو ما كان غيرنا السورس او غيرنا الليكويد او غيرنا اي شيء ظلم نفس الشيء يطلع معنا. بس عشان الفولتج ديفجن احنا حلينا دكتور. الفولتج ديفجن احنا معنا على علاقه الار، فعشان هيك تقريبا يعني هلا انت عم تحكي انه ليش انا حولت من ريزيسترز لكاباسترز ولا لا بتحكي بس هلا؟ بس الان حسابات هاي ما لها داعي لانه غيرنا لكاباسترز. لا بس بس ما هو انا بدي احسب الفولتج الجديد لما هلا المفروض هذا السيستم اذا بده يشتغل مزبوط بده يكون لما يكون التانك فاضي يعطيني 0 فولت ولما يكون التانك ملان يعطيني ماكسيمم فولت. مزبوط؟ مش هيك هذا سؤالك؟ نعم. سؤاله بحكي لك ليش احنا طلعنا الامبيدنس اوكي عشان الفولتج ديفجن. تمام انت ماشي، هو بقول يعني ما دام كلهم هلا هم لهم نفس الامبيدنس مش هيك؟ قصدك مكاني ماشي مش مشكله، انا عم بمشي معك بالطريقه الصحيحه بس كلامك كويس. انت بتقول انه شورت كت خلص ما ادخلش الفريكونسي ولا ادخل شيء واحسب مباشره بصير، بس اذا بدك تعملها بشكل دقيق يعني احنا بشكل عام كقاعده عامه، اذا عندي هون زد 1 زد 2 زد 3 زد 4 هاي هون انا عم بحكي الابروتش العام للبريدجز
في حوالي 20 30 نوع من البريدج. الابروتش العام بريدجز اللي بحسبهم زد 1 زد 2 زد 3 زد 4 وبعدين باخذ الفولتج ديفيجن بين زد 1 وزد 3 وزد 2 وزد 4 وبطرحهم. بس هو بقول ما دامهم كلهم كاباسترز بقدر مباشر اخذ نسبه وتناسب من الكاباسترز، مش هيك؟ بس الشيء اللي بدك تنتبه عليه انه الكاباستر لما تزيد قيمته بقل الامبيدنس تبعته، فالفولتج هون راح يرتفع، مزبوط؟ لانه الامبيدنس، لاحظ بلاش تلخبط، هذا الامبيدنس قديش صار؟ هذا صار 225، اللي تحت قديش ضل؟ 18. ايش راح يصير بالفولتج عند النقطة هاي؟ تكبر كثير، راح يرتفع، مزبوط؟ الفولتج عند النقطة هاي ايش راح يصير فيه؟ زي ما راح يضل نص، مش هيك؟ هذا نص الفولتج اللي موجود هون، مزبوط؟ اللي هو قديش؟ 3 اللي هو 3 عند النقطة هاي، مزبوط؟ بس هو راح يصير 1.5، مش هيك هون؟ راح يصير 1.5. ماشي اوكي، الكل فاهم شو اللي عملناه؟ لما بدينا، لما كان التانك فاضي، هذا الكاباستر مساوي لهذا، الكاباستر مساوي لهذا، مساوي لهذا، مزبوط؟ إذا هو عندي 1.5 فولت اي سي ار ام اس، 1.5 فولت اي سي ار ام اس، مزبوط؟ لما طرحنا 1.5 ناقص 1.5 قديش اعطاني الاوتبوت فولتج؟ زيرو. هلا بس بديت اعبي التانك، ايش عماله بصير بهذا الكاباستنس؟ ككب بتزيد ابسلون عنده، فبتزيد سي، فلما تزيد سي 1 على اوميجا سي شو بتصير؟ اصغر. لما تزيد اصغر ايش عم بصير بهذا؟ هاي كل ما عبيت التانك الفولتج هذا رح يرتفع، لانه هذا الامبيدنس عم بصغر وهذا بيكبر. شو صارت العلاقه بين هذا وهذا؟ بطلوا متساوي، مش هيك؟ هذا في النهايه لما يصير صغير كثير قديش عم تقترب من اي فولت؟ إذا تقترب من 3 بتصير 3 ناقص 1.5، مش هيك؟ ماشي؟ الكل فاهم الهاي، فاهمينها؟ أيوة ديما. أنا مش فاهمة هذا، تمام ماشي ممتاز أوكي. هلأ أنا عندي بدي فولتج، مش أنا بدي فولتج يمثل مستوى المي في التانك. بدي هلأ بدي أطلع بجهاز يحول لي مستوى المي في التانك لفولتج، عشان وين أدخله؟ أحطه على A to D converter في البيك تبعتي، وبعدين أصير أقرر أعمل مثلا أعمل LCD display، وال LCD display يقول لي هذا التانك هاف فول أو، مزبوط؟ أوكي مزبوط. هلأ جيت قلت أنا إيش أحد الطرق اللي ممكن أعملها لما ترتفع المي من هون؟ إيش رح يصير في الكاباستنس اللي موجود؟ رح يتغير. هلأ لازم أحول هذا لفولتج، ما بينفعني يضل كاباستنس. أنا كان ممكن يضل كاباستنس ولو عندي طريقة أقيس الكاباستنس بقيسها وبستنتج، مزبوط؟ بس أنا لازم أحوله لفولتج. هلأ كيف ممكن كان أحوله لفولتج؟ كان ممكن أنسى هذا الجزء، مزبوط، وأقيس فولتج هون، ويمكن بالحالة هاي يزبط معي لأنه الفولتج كبيرة. بس كقاعدة عامة أحيانا التغير بكون صغير كثير ما بقدر أشوفه هون، فبطرح منه هذا. هذا هو الهدف من البريدج. ليش بعمل بريدج؟ مزبوط، بعمل بريدج أحيانا بدي هذا يتغير بالنسبة لل 1.5 فولتس بحيث إني أقدر أشوف التغير اللي صار هون بالفولتج. أوكي ماشي، ما يتأثر بالديستربنس كمان بالبريدج. كمان أخفف من الديستربنس، بس أحيانا بكون التغير بهذا الفولتج بكون بتغيرش من 1.5 إلى 3، بكون بتغير من 1.5 ل 1.5005 أو ل 1.5 minus 0.00005. هذا التغير ما بقدر أقيسه هون مباشرة أشوفه، بس لما بطرح منه 1.5 شو بضل عندي هون التغير بينهم؟ بصير من 0.0005 بالماينس ل 0.0005 بالبلس. هاي هي الهدف من البريدج. نعم تفضل. هلا المالتي ميترز كيف هم بيقيسوا الكاباستنس؟ يعني احنا هون عشان ندخل الاشي على السيستم، المالتي ميتر نفسه كيف بيقيس الكاباستنس؟ هلا احتمال في اكثر من طريقه، اظن بعضهم بيستخدم بحطه كانتجريتر وبشوف السلوب اللي بيطلع معاه، وبعضهم ممكن بيستخدمه كبريدج. سؤال كويس والله، ما بعرف، ما عمريش انا فكرت فيها هاي. احتمال كبير الديجيتال مالتي ميترز الجديده، عارفين الانتجريتر اللي حكينا عنه؟ احتمال لو انت اخذت هلا انتجريتر من هون والكاباستر تبعك وصلته هون وحطيت ريزيستر هون، وفي عندك ريزيستر في المالتي ميتر نفسه، يعني هذول بيكونوا اطراف المالتي ميتر من هون ومن هون، وبعدين اجيت انت حاطط كونستانت فولتج هون في انبوت، هذا السلوب راح يختلف، مش هيك؟ حسب قيمه الكاباستر. فاذا الكاباستر صغير مش السلوب راح يطلع بسرعه، واذا الكاباستر كبير السلوب راح يطلع شوي شوي، تعطيه فتره زمنيه معينه وبنهايه الزمن بتقيس الفولتج اللي وصل هون. هاي ممكن تكون احد الطرق، احد اسهل الطرق اللي يقيس لها. هذا انالوج، الديجيتال ما بعرف اذا في ديجيتال طريقه مختلفه للديجيتال. اذا بدنا نحسب الان قديش صار الفولتج هلا عند النقطه هاي لما هذا نزلت قيمته ل 225 اوم الامبيدنس. الامبيدنس تبعته صارت 225، وهذوك قديش ضلوا كلهم؟ كلهم على 18 كي، فقديش بصير عندي الفي اوت هلا فل؟ بصير عندي 3 من برا، مزبوط؟ 3 اللي هي هاي. جوا ايش عندي؟ 225. عندي 225 او لا دكتور 18 كي على 18 بلس 225، وهي 18 على 18 دكتور هي الاصل بس، ولا هاي اللي اكبر من هيك بيعشور 18 على 18 على 225 زائد 18.
زائد 225 على 18 على 36 مضبوط؟ اوكي الكل فاهم هاي وايش عملنا هون؟ عملنا فولتج ديفيجن هون وفولتج ديفيجن هون وطرحناهم الاثنين من بعض. هاي ايش الفولتج عند النقطة هاي؟ مش هو الفولتج هذا معمول له فولتج ديفيجن؟ ايش النقطة عند الفولتج عند النقطة هاي؟ مش هذا معمول له فولتج ديفيجن؟ بعدين الاثنين بطرحهم من بعض. طرحنا الاثنين من بعض هلا بصير عندي الرقم هذا أكبر من الرقم هذا مضبوط مش هيك؟ قديش تطلع مع عند حد حسبها؟ أظن بتطلع 1.58 أنا عندي هون 1.538 فولت حبيت أكتب منها نشوف إذا الفولتج الفولتج راح يتغير من 0 فولت ل 1.538 فولت على أعلى قيمة من هون فصار عندي إنديكيشن الفولتج هذا بعطيني إنديكيشن لمستوى الليكويد اللي موجود نعم فضل.